تجني بديع المحيين مر التجني بديع المحيين حل والتفني الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا ويا غلا بكم جميعا يا حبايب، ويا رب دايما تكونوا بألف خير. كيف حالكم؟ شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير. مالك يا دكتور؟ معلش يا ابني مندمج شوية، نكمل الموت. كنا متوقفين يا صديقي العزيز عند الجملة رقم 32 واللي بتقول لسيادتك: The following are components of the vestibular apparatus except. معايا؟ طيب بص معايا يا دكتور، فيستيبولار ابريتس دوت اللي كان بيتكون من السيمي سيركلر كانال والحاجات اللي جنبها، شويه الحبكشتكنات اللي فيها دي، كريستا امبيولاريس دي الريسبتور الموجوده جوه اللي بتحس بالدوران، الهير سيل اللي جوه اي نعم، ساكيول كانت موجوده النمره دي، انت عارف يا فيستيبولار نيوكليوس اللي هي سي دي، انت عارف دي موجوده فين؟ دي موجودة في المظلة. يلا دي نيوكليوس، ده مركز عصبي موجود في المظلة في البرين ستيم، ملوش علاقة بالفيستيبر ابريتس اللي موجود في الأذن. يلا خلاص الله يسترك تركز. يعني دي الجملة ايه رقم 32، كل الحاجات دي من ضمن الفيستيبر ابريتس اكسبت، يعني انت عايز الحاجة الغلط طبعا في السيبر نيوكليوس، لان الفيستيبر نيوكليوس كانت موجودة فين؟ ادي يا عم جذع المخ اهو، كانت موجودة هنا كده في المظلة. خلاص طيب
سؤال رقم 33 بيقول لسيادتك: which of the following are co-planar channel؟ حلو قوي السؤال ده. co-planar canal يا دكتور دي الاسم الاخر للسيمي سيركلر كانال معايا. طيب حلو قوي السؤال ده، والسؤال ده على فكره تقيل حبتين، محتاج ان احنا نركز مع بعض شويه. بيقول لسيادتك: anterior vertical canal on one side and the posterior vertical canal on the same side. لا هو كلمة كوبلانر يعني الاتنين على نفس البلين او على نفس الخط، مش فاهم. تعال اقول لك. فلنفرض مثلا يا صديقي العزيز ان دي مثلا كنال موجود ايه، دي مثلا موجود انتيرو فيرتيكال، دي موجوده ايه يا دكتور اهو انتيرو فيرتيكال خلاص، ودي مثلا بما ان دي انتيرور فالكنال دي هتكون بوستيريور، فلتحت دي بوستيريور فيرتيكال. طب الاثنين دول موجودين ناحيه مين؟ ناحيه اليمين او الرايت خلاص. طيب بص معايا، اغير لك اللون، ارسم لك حاجه تانية. فرضا بقى نفس الكلام ده بس على الناحيه الشمال، هتقول لي ايه يا دكتور؟ هتقول لي دي والله الانتيريور ايه، دي الانتيريو فيرتيكال، ودي ايه البوستيريو فيرتيكال، ولكن دي ناحيه مين؟ دي ناحيه الليفت. تقدر تقول لي مثلا يعني تو كانالز موجودين على نفس اللاين او على نفس البلين؟ اه عارف مين هم؟ لا مثلا يعني هي القناة دي اللي هي الانتيريو فيرتيكال مع دي، مع مين؟ مع البوستيريو فيرتيكال بتاعت الناحية الأخرى، لأن هما الاتنين على نفس اللاين، عشان كده سميناها كوبلانر تشانل. خلاص الجزئية دي ادفانسد قوي وعالية عليك معلش. فبالتبعية يا دكتور هقول لك دي الانتيريو فينتريكال كانال أو انتيريو فينتريكال كانال اللي هي اللي أنا عامل عليها دايرة دي اوف وان سايد. فلنفرض الوان سايد ده مثلا الرايت سايد او اليمين، اند بوستيريور فيرتيكال كانال اللي هي اللي تحت اون اوبزيت سايد اللي هو الناحيه الشمال. فدي الاجابه رقم بي هي الصحيحه، لان هم على نفس البلين بالشكل اللي قدام سيادتك ده خلاص. طيب ده السؤال رقم 33، محتاج تركيز شويه. السؤال بقى اللي بعديه هو السؤال رقم 34. الكريستا امبيولاريس is sensitive to. تعال نقول مع بعض يا دكتور، كريستا امبيولاريس دي اصلا دي كانت عبارة عن ريسبتور موجود جوه الامبيولا، وكان بيحس بالانجولار اكسلريشن اللي هو التسارع الدوراني خلاص. تمام، اول حاجة ساوند فايبريشن غلط، هي بتحس بالتسارع الدوراني لانك ما تقوم تلف. يلا جرافيتي غلط، لينير اكسلريشن غلط. اللينير اكسلريشن ده مين كان بيحس بيه؟ اللي كان بيحس بيه هي الماكيولا، يحزن لو انت مش فاكر، ولكن الكريستا امبولاريس كانت بتحس بالانجولار اكسلريشن. يعني السؤال الحمد لله بالزنجبيل ليفل يعني. طيب ده موتور، يلا خلي بالك ماشي. طيب كلام جميل. السؤال رقم 35، الفيستيبيولار هير سيلز، تعالى نقرا مع بعض إجابة إجابة. are provided with the cilia all over the surface. غلط يا دكتور، بل إن الهير سيل دي أو السيليا بتطلع فقط في منطقة الإيبكس، مش تطلع في البيز يلا فاهمني. فكلمة all over دي غلط، ولكنها بتطلع فقط في منطقة الإيبكس، فنمرة إيه غلط. طب نمرة بيه innervated by cochlear nerve، يعني how come ده هو اسمها vestibular hair cell، يعني اكيد vestibular nerve مش cochlear nerve، يعني مش جاي من القوقعه بتاعت الاذن، فالنمره بيه غلط يعني. طب رقم سي، are stimulated by chemical transmitter، يعني هي بيحصل لها stimulation عن طريق chemical transmitter بيطلع من النهايات العصبيه بتاع ال innervating nerve fibers. لا عارف ليه؟ ده كانت هي الفيستيبولار هير سيل دي هي اللي كانت بتطلع الماده الكيميكال اللي بتشغل العصب، مش العصب بيطلع لها ماده كيميكال اللي شغالها. لا يعني هو هنا عكس الكلام، فنمره سي غلط. طيب رقم دي، سنسيتيف تو ميكانيكال ستيمولاي، طبعا 100% صح. طب ليه؟ لان حركه الاندولينف هي اللي بتحرك الفيستيبولار هير سيل، فتفتح بوتاسيوم شانل وبالتبعيه تعمل لها ستيمولايشن، فتقوم الهير سيل اللي مطلعه مواد كيميكال عامله ستيميوليشن بقى للنهايات العصبيه اللي موجوده تحتها معايا. ادي السؤال رقم 35،
طيب السؤال رقم 36 بيقول الستة كام؟ ال hair cell of the crista are stimulated by. تعالى نقرا مع بعض السؤال سؤال. نمرة ايه بيقول لك bending of their stereocilia toward any direction. كلمة any direction دي غلط يا دكتور. ده كان بيحصل، لازم يحصل بيندنج للشورت ناحية اللونج، الصغير يروح للكبير، فاكر؟ يعني الاستيريوسيليا كانت بتروح ناحية القينوسيليا من الكبير، فبالتبعية نمرة ايه غلط. طب نمرة بيه بيقول لك ان الاندولينف بيتحرك اني دايركشن، برضو اني دايركشن دي جملة غلط تماما. طيب بيندنج اوف الاستيريوسيليا الصغيرة تجاه القينوسيليا من الكبير عشان يحصل استيميليشن للكريستا انجولاريس، طبعا صح، وبالتبعية نمرة سي صحيحة يا معالي الدكتور المحترم. سؤال رقم 37 بيقول لسيادتك الآتي: الماكيولا اوف الفيستيبولار ابوريتس ار. مالها يا دكتور الماكيولا؟ فاكر الماكيولا دي كانت موجودة فين؟ الماكيولا دي كانت موجودة، تعالى ارجع لك شوية. الماكيولا كانت موجوده في اليوتريكل اند ساكيول، صح ولا مش صح؟ وكانت بتحس باللينير اكسلريشن، يعني طالع نازل قدام لورا، فاكر الكلام ده؟ لا، دي الماكيولا. او تحس بالهيد تيلتنج، تتني راسك يمين وشمال. الماكيولا كانت بتحس ده كله، اه اقسم بالله. طب تعالى نقرا كده اختيار اختيار مع بعض. بيقول لك الماكيولا ستيمولييتد باي الموفمنت اوف الاندوليمف over their surface. لا يا عم، ده هي ما عندهاش اندولينف اصلا، امال مين كان بيتحرك على السيرفيس بتاعها؟ هو الاوتوليث اورجان. هو مين يالا؟ الاوتوليث اورجان الحصى معايا. طيب ماشي، يبقى نمرة ايه غلط. طب رقم بي: stimulated during standing upright but inhibited in the recumbent posture. يعني ايه اصلا الكلام ده يا دكتور؟ يعني هي بيحصل لها ستيميوليشن لو انت وقفت او قعدت، ولكن لو جيت نمت مش هيحصل لها ستيميوليشن. لا، مالهاش علاقه، لان احنا اتفقنا واحنا بنشرح الجزئيه دي يا دكتور، وحتى واحنا بنراجع عليها، ان هي بيحصل لها ستيميوليشن لو انت حصل لينير اكسلريشن، سواء طلعت او نزلت او تنيت راسك يمين وشمال. ما انت ممكن تكون في ريكومبرنت بوزيشن ونايم على السرير وتتني راسك يمين وشمال ويحصل لها ستيميوليشن، فبالتبعية مش شرط، يعني الجملة دي غلط تماما، فنمرة بيه غلط يعني. طب رقم سي: alter the pattern of their discharge by head tilting. يعني ايه الكلام ده يا دكتور في رقم سي؟ معناها ان الديسشارج بتاعها بيختلف او بيزيد اثناء حركه الراس او تنيان الراس، اللي هي التيلتنج. ايوه صح، لان الماكيولا كانت بتحس باللينير اكسلريشن وكذلك بالهيد تيلتنج في رقم سي، صح تماما. طيب رقم دي غلط ليه؟ استيميتد باي انجلر اكسلريشن. لا، اللي كان بيحس بالانجلر اكسلريشن هي الكريستا امبيولاريس. خلاص، ده رقم 37. سؤال رقم 38 وبيقول لسيادتك: asymmetrical bilateral discharge from semicircular canals occurs. كلمة asymmetrical دي لها عندنا معنى. asymmetrical معناها non equal discharge، asymmetrical يعني غير متساوي، يعني non equal، يعني في أذن شغالة والتانية لا مش شغالة، فاهم الفكرة؟ طيب يعني يا دكتور امتى اذن تشتغل والتانية ما تشتغلش؟ تعالى كده نبص معايا. لو حصل اكسبوجر لللينير موفمنت، لا والله يا دكتور غلط تماما، يعني ده العمليه دي ممكن تحصل لو حصل انجولار موفمنت وليس لينير، فنمرة ايه غلط. during constant speed angular movement غلط، ده اثناء الكونستانت سبيد ده ما كناش بنحس بالدوران اصلا، يعني صباح الفل، زي ما الكره الارضيه بتدور بينا واحنا مش حاسين دلوقتي، انت معايا؟ فنمرة بيه غلط تماما. تيلتنج اوف الهيد، لا 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 يا دكتور، هو اللي كان بيحس بالتيلتنج اوف الهيد دي الماكيولا معايا، مش السيم سيركل كانال، يعني مش السيم سيركل كانال، يعني مش الكريستا امبيلاريس اللي موجوده جوه السيم سيركل كانال. طب اوكي، طب نمرة دي بقى: لابرينثايتس. يعني كلمة لابرينثايتس معناها التهاب الأذن الداخلية. اه، لما يحصل التهاب في الأذن الداخلية في أذن والتانية سليمة، ده يؤثر، يعمل اسيمتريكال ديستشارج، يعمل فيرتايجو، يعمل وهكذا. فالإجابة هنا نمرة دي. خلي بالك من حاجة، الأسئلة بتعتمد في المقام الأول إنك راجل فاهم، أنت معايا؟
بتعتمد انك تكون راجل فاهم، يعني مذاكر الحصص سمع الكراش. وانا برضو في كل سؤال بالتفصيل بشرحه، يعني ما بقلبش واقلب الكلام، لا انا بشرح لك كل سطر معناه ايه. فالله يسترك، يعني انا عارف ان انت قد تكون المعلومه بعيده شويه عن دماغك، بس لما تفتح الكتاب معايا بقى مع السؤال هتلاقي الدنيا بقت اسهل بشويه. يعني الله المستعان. فيرتايجو، يعني كلمه فيرتايجو ده احساس يا دكتور بالدوران بعد ما بتلف، هو بوست روتيشنال سينس اوف بينج روتيتد توورد اوبوزيت سايد اوف اوريجينال روتيشن. اه طبعا صح، وانت مغمض ليه الكلام ده؟ تعال اقول لك مع بعض كده. انت وقفت لفيت، بعد كده وقفت مره واحده، فانت حاسس يا دكتور بص بالفيرتايجو بوست روتيشنال سينس، يعني بعد ما وقفت الروتيشن او الدوران بتحس انك بتلف عكس اتجاه الدوران الاوريجين او الطبيعي. قوم لف كده ناحيه اليمين وقف مره واحده، هتحس انك بتلف ناحيه الشمال في البدايه، وهذا هو الفيرتايجو. خد فكرة واشتري لبكرة. وده السؤال رقم 39. سؤال رقم 40 بيقول لسيادتك، نستاجموس، هو يعني نستاجموس؟ كانت العين بتتحرك أثناء الروتيشن، صح ولا مش صح؟ طيب تعال نقرا مع بعض كده الإجابات يا دكتور وأقول لسيادتك. بيقول لسيادتك أول حاجة بسبب سيمتريكال بايلاترال ديسشارج، ونمرة بي بيقول لك سيمتريكال بايلاترال ديسشارج. بص اي وبي مبدئيا غلط بسبب كلمة سيمتريكال. طب فهمني أكتر يا دكتور. يا ابني علشان يحصل نستاجموس وعين تتحرك لازم يكون اسيمتريكال. يعني ايه اسيمتريكال؟ يعني عين بتبعت والعين التانية بتبعت بطريقة أو بتتشارج أقل علشان يا دكتور العين تتحرك. وبالتبعي نمرة ايه غلط ونمرة بي غلط بسبب كلمة سيمتريكال، لأن هذا الديستشارج بيكون اسيمتريكال، يعني في عين بتبعت وعين التانية ما بتبعتش أو بتبعت أقل. يا عم عشان نكون أكثر دقة، يعني فكلمة سيمتريكال غلط، وبالتبعية نمرة ايه ونمرة بي غلط. طيب رقم سي بيقول لسيادتك، prevent stabilization of the eye ball on the visual اوبجكت. يلا بريفنت ايه يا جدعان، هنهزر؟ لا يا دكتور دي غلط. ليه تماما؟ هقول لك يا ابني، اصلا هدف النستاجمس ان العين تعمل فيكسيشن على الاوبجكت، مش ان هي تعمل له بريفنت الاستابلايزيشن. فبالتبعيه نمره سي غلط. طب دي ده كان عباره عن فيستيبيولو اوكيولار ريفلكس، اللي كنا بنسميه الفي او ار، فيستيبيولو اوكيولار ريفلكس. وبالتبعيه نمره دي هي اللي صح. خلاص طيب كلام جميل جدا. نستكمل والسؤال رقم 41 بيقول لي ستك، والله بالنسبة للبوست روتيشنال الترنيشن اوف المسل تون. يا سلام على السؤال. بص يا ابني معايا، بعد ما حضرتك تقوم تلف او تدور، هتقوم مثلا تدور من الشمال لليمين وجيت وقفت، ايه اللي بيحصل للمسل تون؟ والله يا دكتور جيت وقفت مرة واحدة أحس إن أنا بلف في الناحية العكسية. معايا؟ حلو. وبالتبعية المفروض أنا واقف ما بلفش. هو فعليا أنت قمت دلوقتي لفيت من الشمال لليمين وقفت مرة واحدة، أول ما تقف أنت واقف، أنت ما بتلفش، فالمفروض يكون المسل تون إيكوال على الناحيتين، ولكن فعليا المسل تون بيزيد في ناحية. طب ليه يا دكتور؟ تعال أفهمك أكتر وأكتر. المسل تون بيزيد في ناحية لأن حضرتك أول ما وقفت بعد الدوران، حضرتك اول ما وقفت بعد الدوران يا معالي الدكتور المحترم، حسيت بانك هتقع في الناحيه المعاكسه لمسار الدوران الاساسي، صح ولا مش صح؟ وبالتبعيه المسل تون بيزيد في الناحيه العكسيه عشان يمنعك انك ايه، انك تقع. خلاص طيب وبالتبعيه هقول لسيادتك ايه بقى، نقرا مع بعض. ريزلت فروم altered pattern اوف ماكيولار ديسشارج. لا يا دكتور، هو الماكيولار ما كانش لها دعوه، ده اللي كان مسؤول عن الروتيشن هو السيمي سيركلر كانيلا وليس الماكيولار، فنمره ايه غلط. طب رقم دي بيقول لستك مينتين الاكوليبريم. لا ده بيكون في اصلا ان ايكوال اكوليبريم. ده يا دكتور الاكوليبريم ده بيوقعك اللي بيحصل ده، ده انت بعد ما بتلف وتدور وتقع بتحس انك هتقع، فالاكوليبريم ما بيكونش مينتين ولا حاجه. خلاص طب رقم سي، بسبب increase discharge from the same circular canal on both sides. غلط يا دكتور، هي في ناحية واحدة، ان انت بتحس انك بتدور عكس اتجاه الدوران على الرغم انك ما بتدورش بعد ما توقف دوران. يا نهار اسود على اللفة، بتحس انك بتدور عكس اتجاه الدوران على الرغم انك ما بتلفش بعد انتهاء الدوران.
وتمزج وتمتع يلا. طيب ماشي. طيب رقم دي بيقول لسيادتك result from increased discharge من السيمي سيركل كانال on opposite side of rotation. نفس الكلام اللي بغنيه بقالي ربع ساعة اهو. حضرتك يا دكتور لفيت وقفت بتحس انك بتلف عكس اتجاه الدوران، وبالتبعية يا دكتور السيم سيركل كانال اللي عكس اتجاه الدوران هي اللي اشتغلت. فتعمل ايه؟ فتعمل الترنيشن في المسل تون في نفس الناحية اللي الدوران بيتم من ناحيتها عشان تمنعك انك تقع، فتوقعك في الناحية المعاكسة خلاص، ولذلك بعد ما بتلف وتقف تحس انك هتقع. فهمت الفكرة؟ طيب ده بالنسبة للسؤال رقم 41. سؤال مهم على فكرة، والسؤال ده تقيل مش سهل قوي، يعني عايز واحد فاهم كويس قوي حتة الروتيشن زي ما انا شرحتها بالتفصيل. سؤال رقم 42 بيقول لسيادتك البرايمري موتور اريا ريسيف برايمري موتور اريا في الكورتكس بتستقبل اشارات من كل اللي جاي ده ما عدا تستقبل البيزا جانجليا اه بتصحح لها، تستقبل من السيربيلم اه بتصحح لها، تستقبل من الهايبوثالاموس. احنا عمرنا ما جبنا سيره الهايبوثالاموس دي، يلا الهايبوثالاموس دي ده مش حتى الثالاموس، الهايبوثالاموس منطقه تحت المايه صباح الفل، يعني مالهاش علاقه اصلا باللي احنا بنتكلم فيه ده خالص. بتستقبل من الثالاموس اه بتستقبل من الثالاموس، ان لو في دكتور البيزا جانجلي او السربيلا مثلا هو بيبعت للموتور هيعدي على الثالاموس الاول، خلي بالك معايا. طيب وبالتبعية هايبو ثالاموس دي غلط تماما واي حد يحلها، يعني ما خدناش احنا هايبو ثالاموس بيعدي عليها اي ايه اي باثوي في الموتور خلاص. طيب يبقى 42 اجابه سي. طب 43 بيقول لسيادتك ايه؟ برايمري موتور اريا بروجكت افرنت فايبرز تو اول اوف ذا فولوينج سنترز اكسبت، يعني برايمري موتور اريا بتبعت افرنت لكل اللي جاي ده ما عدا يا معالي الدكتور المحترم بص ما عدا للسنسوري. طب ليه يا دكتور؟ خلي بالك من حاجه، هو مبدئيا عشان اكون صريح معاك يعني هو السؤال ده مكتوب غلط، بس احنا ايه هنحله على حسب كتاب الاسم ملناش دعوه معايا، بس مش هصير واقول معاك فيه يا دكتور. هل يا صديقي العزيز في موتور اريا بتدي سنسوري؟ لا يا دكتور ما بيحصلش، ده السنسوري هي اللي بتدي معلومات للموتور علشان الموتور طبقا لهذه المعلومات ياخد قرار حركي. يبقى هو هنا عكسها، يبقى الاكسبت او الجمله الغلط هي رقم ايه هنختارها، لكن الباقي موتور اريا يا عم بيدوا لبعض معايا. ولكن يا صديقي العزيز المحترم انا اقول لسيادتك هل في موتور بتدي سنسوري؟ لا، السنسوري اريا هي اللي بتدي الموتور اريا علشان الموتور اريا تستخدم المعلومه اللي جايه لها من السنسوري اريا وتبني حركه بناء على هذه المعلومات خلاص. طب السؤال رقم 44 بيقول لسيادتك البري موتور اريا انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت، يعني في واحده من دول مش تبع البري موتور اريا. فاكر يالا الاماكن بتاعت البريموتور اريا؟ بروكس اريا كانت تبعها، هيد روتيشن اريا تبعها، هاند سكيل اريا رقم واحد تبعها. طب السبليمنتال موتور اريا؟ لا مش تبعها يا دكتور، مش تبع البريموتور، وبالتبعيه الاكسبشن هنا هيكون رقم سي. يبقى الاجابه هنا رقم كام؟ رقم سي. طيب السؤال رقم 45 بيقول لي سيادتك سبليمنتال موتور اريا از انفولفد ان اول اوف ذا فولوينج فانكشن اكسبت، يعني ايه الكلام ده؟ السبليمنتال موتور اريا بتقوم بالوظائف اللي جايه دي كلها ما عدا. طب نشوف رقم واحد، رقم ايه يا دكتور؟ ادجاستنج بوزيشن. اه يا دكتور بتتحكم في البوزيتشر، ليه؟ لان البوزيتشر ده عباره عن جروس موفمنت. عباره عن ايه؟ ده عباره عن جروس موفمنت. وايوه يا دكتور السبليمنتال موتور اريا بتعمل جروس موفمنت في رقم ايه؟ صح، انا عايز الاكسبشن، عايز الجمله الغلط. اورينتنج ريسبونس سيبك منها ما خدناش قبل كده. موتور بروجرامنج اه بتعمل برامج للحركه. كوردينيتنج البايلاترال موفمنت ايوه البايلاترال موفمنت هي اللي هي بايلاترال كوردينيشن، واحد مثلا بيكتب بالكيبورد بيدور الاثنين وهكذا. المهم طب ايه الاورينتنج ريسبونس؟ ما اخدناش في منهج قبل كده، فاختارها وانت مغمض يلا مش هتتفلسف عليه. انت ما خدتش حاجه اسمها اورينتنج ريسبونس، بس لو عايز تفهم يعني ايه اورينتنج ريسبونس هو ريسبونس الادراك. بمعنى ايه؟ مثلا يا دكتور لو جبت عيل صغير وقمت مره واحده كده مسقف جنبه، هو يبص لك بصه غريبه كده هيندهش مره واحده، هو بيدرك يعني توجه الاتنشن او الانتباه حسب استيمولس معين جديد على البني ادم. طب السيمرس بيكون جديد على البني ادم فين؟ لما يكون البني ادم صغير لسه الكورتكس ما اتعلمتش. ما علينا من الاورينتنج ريسبونس، مش هنصوت وانا اقول فيه مش عليك اصلا يعني. طيب سؤال، طب يا دكتور انا مش هلاقي حاجه اسمها اورينتنج ريسبونس، جايبه في الام سي كيو ليه؟ عشان عليك الباقي، عشان تحلها باي اكسبشن، وده طريقه حل ام سي كيو مش غلط على فكره يعني، وساينتفك ما فيهاش مشكله. انت معايا؟ طيب سؤال رقم 46
لور موتور نيرو ليجن كوز اول ذا فولوينج اكسبت. بص يلا اللور موتور نيرو ليجن، اقرا معايا كده ديكري. بص اكسبت يعني كل اللي جاي ده صح، في جمله غلط هنختارها. بيقول لك ديكريز النمبر اوف ترانسميتر ريسبتور ان دي نيرفيتد ماسل، ادي عندي ماسل وادي العصب اللي بيغذيها اتقطع بسبب لور موتور نيرو ليجن. خلاص فبقى عندك هنا ايه، نيورو ترانسميتر قليله. نيورو ترانسميتر قليله ليه؟ لان في العصب ده اتقطع. كنت بقول لسيادتك يا دكتور لما يقل النيورو ترانسميتر بيحصل اب ريجوليشن ويزيد عدد الريسبتور. هو هنا كاتب ايه؟ كاتب ديكريز النمبر اوف ريسبتور، وبالتبعيه دي جمله غلط تماما. المفروض الصح ان هو بي انكريز النمبر اوف ريسبتور. ليه يا دكتور؟ كان في قاعده قلناها اثناء الشرح، لما بيقل الناقل الكيميائي، لما بيقل النيورو ترانسميتر بيزيد الريسبتور عشان يلقط اي ناقل كيميائي لانه بقى قليل. فاهم الفكره؟ طيب ندخل بقى على البيزك جانجليا السؤال رقم 47 يا دكتور. البيزك جانجليا فيها كل النيوكليوي اللي جايه دي ما عدا الكوتيت فيها والسب ثلاميك فيها والسبستانشيا نيجرا فيها، امال الدنتيت نيوكلس دي؟ لا دي مش تبع البيزك جانجليا. خلاص طيب ده السؤال ستريت فورورد، بيعتمد انك تكون حافظ او فاهم الاستراكشر او التركيب بتاع البيزك جانجليا. طيب السؤال رقم 48، كيميكال ترانسميتر ان بيزا جانجليا انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت. في الباثويز بتاعت البيزا جانجليا قلنا الجابا وقلنا الدوبامين وقلنا الجلوتاميت، امال الجلايسين؟ والله ما جبنا سيرته في البيزا جانجليا. امال الجلايسين ده كان موجود فين؟ الجلايسين ده يا دكتور اصلا موجود تحت عند السباينال كورد. الجلايسين ده لا موجود على مستوى السباينال كورد، وان كنت مش عايز اقول لك عليها يعني مش عليك قوي. لكن جابا قلناها في البيزا الجانجليا في الباثويز بتاعت البيزا الجانجليا. دوبامين والله قلتها، جلوتاميت والله قلتها، لكن ما قلتش حاجه اسمها جلايسين في البيزا الجانجليا لو تفتكر يعني. طيب السؤال رقم 49 بيقول لي سيادتك الفانكشنز اوف البيزا الجانجليا انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت. وظيفه البيزا الجانجليا يا دكتور يا محترم بتشمل كل اللي جاي ده ما عدا بلاننج وبروجرامينج. اه طبعا البيزا الجانجليا بتخطط وبتعمل بروجرام للحركه. انيشيت ريفليكس، لا غلط، بس خليك بعدين دلوقتي، وعايز الاكسبت عايز الجمله الغلط يعني دي صح دي غلط وهفهمك ليه. بوزيشن ريجوليشن، ايوه البيزا الجانجليا بتقدر تصحح البوزيشن بتاعك. اكسكيوتنج ليرنينج باترن اوف موفمنت، ايوه بتعملها. ولكن يا دكتور هل البيزا الجانجليا تقدر تنشيت او تبدا الريفلكس قولا واحدا؟ لا يا دكتور الاجابه هنا رقم بي، البيزا الجانجليا لا تبدا ريفلكس. ودي معلومه غايه في الاهميه، تعتبر فكره سؤال حلو قوي يعني، مش شرط السؤال ده يجيلك كده، ممكن يتغير ولكن الفكره تكون واحده. ايه هي؟ ان البيزا الجانجليا doesn't initiate reflex، لا تبدا ريفلكس. معايا؟ طيب ماشي، يبقى 49 الاجابه بي. سؤال رقم 50 بيقول لسيادتك الآتي، البيزا الجانجليا سند دايركت بروجكشن تو، يعني يا دكتور البيزا الجانجليا بتبعت مباشرة لمين؟ بص يا لا البيزا الجانجليا ما بتبعتش للكورتكس مباشرة، بل علشان تبعت للكورتكس لازم تعدي الأول على الثالاموس. صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. إذا كل دي تعتبر كورتكس ودي كورتكس ودي كورتكس. معايا؟ سيبك اللور موتور نيرون دي غلط، سيبك منها خالص يعني. لكن علشان تبعت دايركت، بص عايز تبعت دايركت يعني مباشر، ما بتبعتش دايركت للسباينال كورد، عايز تبعت دايركت مثلا بكل الكورتكس. طيب بتبعت دايركت للكورتكس ازاي؟ قال لك والله يا دكتور ما تقدرش تبعت دايركت للكورتكس مباشره، لازم تعدي الاول على الثلمس. بتعدي على مين في الثلمس؟ بتعدي على الفينترو انتيريور والفينترو لاترال ثلاميك نيوكليوي، اهي فينترو انتيريور وفينترو لاترال ثلاميك نيوكليوي. معايا؟ طيب كلام جميل جدا. يبقى ده الاجابه رقم 50 هتكون سي. سؤال رقم 51، باركنسون ديزيز بيكون عنده مشكله في مين يا دكتور؟ طبعا عنده مشكله في سبستانشيا نيجرا. السؤال ده ستريت فورورد ما فيهوش مشكله، سؤال مباشر يعني. سؤال رقم 52 بيقول لسيادتك والله يا دكتور سيجنالز فروم موتور اريا اوف الكورتكس، يعني اشارات جايه من الموتور اريا بتاعت الكورتكس بتصل الى الكونترا لاترال سيريبيلم. بمعنى ايه؟ ادي كورتكس مثلا اللي هي اليمين، وادي الكورتكس الشمال. خلاص ادي يا عم جزء السيربيلم وادي جزء السيربيلم، فلنفرض ده السيربيلم مثلا اليمين وده السيربيلم الايه الشمال. الكورتكس اليمين بتدي السيربيلم الشمال، والكورتكس الشمال بتدي السيربيلم اليمين، والكلام ده انا قايله قبل كده. خلاص طيب
after bathing through which structure؟ والله سؤال سهل جدا، طبعا عن طريق البونز. وكنت بقول لك يلا ايه، كان في البثوي اسمه كورتيكو بونتو سيريبيلو ثلامو كورتيكال. ياه يا دكتور فاكر يلا، والله تاني كده كورتيكو بونتو، يعني علشان الكورتكس تدي سيربيلم كورتيكو بونتو، يعني تعدي على البونز الاول، فالاجابه رقم بي كورتيكو بونتو سيربيلو ثلامو كورتيكال باثواي. فاكر يلا تاني يا دكتور كده، كورتيكو بونتو كورتكس تعدي على البونز، يبقى كورتيكو بونتو سيربيلو تصل الى سيربيلم ثلامو ترجع تاني للثالاموس كورتيكال، ترجع تاني للكورتكس، وهي جمعيه ودايره يا بيه. طيب يبقى السؤال ده سؤال ما فيهوش مشكلة. طيب السؤال رقم اللي بعد كده بيقول لك واحد عنده 45 سنة راح للفيزيشن because a difficulties performing simple tasks، يعني في بعض التاسكس او الحاجات السيمبل ما بيعرفش يعملها زي repetitive movement، الحركات التبادلية او التكرارية. الفيزيشن طلب من العيان ask the patient to turn one hand upward and downward، يعني يقلب ايد، بص وش وظهر، وش وظهر، وش وظهر كده يا دكتور، في رابد، في بطريقه رابد. طبعا العيان بالتبعيه ما قدرش ان هو يعمل كده، خلاص يا ما قدرش يعمل كده ليه؟ الحركه دي يا دكتور يا محترم بنسميها ايه، او التشخيص بتاع الساين دي كنا بنسميه ايه؟ ديسبيادوكاينيزيا. يعني ديسبيادوكاينيزيا يعني العين مش عارف يعمل الحركات التبادليه السريعه، فالاجابه رقم دي طبعا. طب هو ليه مش عارف يعمل الحركات التبادليه السريعه؟ السؤال اللي بعد كده رقم 54، مش عارف يعمل الحركات التبادليه السريعه لويتش اريا اوف ذا برين اللي حصل فيها ليجن، لانه حصل عنده ليجن في مين؟ في السيريبيلوم. الديس ديادوكاينيزيا من ضمن الليجنز، من ضمن الساينز او العلامات اللي بتظهر لما واحد يكون مضروب عنده اسريبيلم. فالسؤال رقم 54 الاجابه هتكون ايه؟ استكمل يا معالي الدكتور المحترم السؤال رقم 55، بيقول سيادتك البيتا ويف اوف الاي اي جي، اللي هو الالكترو الاي اي جي اللي هو رسم الكهربائي ليه؟ رسم الكهرباء بتاعت المخ. بص يا لا، هو البيتا ويف دي اصلا كانت كهرباء، كانت تتميز بانها فريكوانسي عاليه وانتنستي قليله. طيب كنت بلقطها والعيان نايم، يعني نايم في انهي مرحله كنت بلقطها؟ هو نايم بيحلم، يعني في مرحله الرابيد اي موفمنت او مرحله الريم. تاني معلومات يا دكتور عن البيتا ويف قلناها في الشرح قبل كده، ان البيتا ويف دي كهرباء في المخ تتميز بان الفريكوينسي بتاعها عالي والقوه او الانتنستي قليل. بنلقطها في المخ والعيان نايم في مرحله الرابيد اي موفمنت، يعني العيان نايم بيحلم كمان. خلاص طيب تعال نشوف مع بعض رقم ايه، بيقول لك اوبزرفد جورنج ريلاكسد ويكفول ستيت، يعني العيان صاحي. غلط يا عم، بقول لك بلقطها والعيان نايم، دي البيتا ويف يعني. طيب ار فاستر ذان الالفا ويف بات سلوور ذان الثيتا ويف، دي غلط. عارف ليه؟ لان يا ابني اسرع ويف عندنا هي البيتا، يعني هي اسرع من الاثنين، اسرع من الالفا واسرع واسرع من الثيتا. اسرع ويف عندك هي البيتا، فاهم قصدي؟ طيب كلام جميل جدا. رقم سي بيقول لك disappear when person become alert. لا يا عم، ده هي اصلا بتظهر، ده بالعكس، ده هي بتظهر لما الشخص يكون ايه، لما الشخص يكون alert، فاهم قصدي؟ اوكي. رقم دي observed during REM sleep، انا بشوفها يا دكتور ايضا اثناء الريم سليب، اللي هو الرابيد اي موفمنت. ايوه قلتها من شويه وانا بتكلم عن البيتا ويف، فرقم دي هي الصحيحه. سؤال رقم 56 بيقول لسيادتك اس دبليو سليب، يعني اس دبليو اللي هي سلو ويف سليب. معلش معلش حاك علي، هم يلا حاطين اختصارات شويه يا عم، حط اختصارات معانا في المنهج يا عمي. انا بقول لك اهو اس دبليو سليب دي معناها السلو ويف سليب. السلو ويف سليب دي كاركترايزد بيها يا دكتور بريد دوميننس اوف السلو الفا ويف ان الاي اي جي. بالعكس دي اول ستيج، يعني هي مش ما فيهاش برومينانس ولا حاجه يعني، فرقم اي دي غلط تماما يعني. طب رقم بي occurrence of remembered dreams، لا انا بحلم بس ما بفتكرش الحلم، فده مش remembered dream، فالنمره بي غلط. رقم سي irregularity of the heart rate وال respiratory rate، لا ده هم بيقلوا، ما كنتش فيهم irregularity ولا حاجة يعني، بيقلوا يعني.
يعني الهارت ريت بيقل والريسبيراتوري ريت بيقل في المرحله بتاعت السلو ويف سليب. بينج a deep type of sleep صح يا ابني. بص slow wave sleep دي نوع من انواع النوم العميق او الديب سليب. خلاص طيب، يعني الجمله دي تعتبر يعني مش تفاصيل على اللي فيها مش عليك قوي بصراحه، بس طالما جت في البتاع اعرفها عشان لو السؤال ده جه في الامتحان يعني، بس ده مش حاجه عليك يعني تخش. طيب السؤال رقم 57 بيقول لسيادتك بروكس اريا. بروكس اريا دي كانت بتاعة الكلام لو تفتكر، specialized portion of motor cortex. ايوه، which condition best describe the يعني في defect result from the damage of بروكس اريا. بروكس اريا دكتور اتضربت، ايه الدمج اللي هيحصل؟ spastic paralysis of the contralateral hand. لا، علاقة البروكس اريا بالهاند يعني، ما شاء الله. البروكس اريا دي كانت بتاعت عضلات الكلام، الكلام يا ولدي العزيز. رقم بي باراليسيس اوف المسل اوف اللارنكس اند فارنكس. لا، هو العضله ما بتتشلش ولكن العيان بيفقد قدرته على تكوين كلمات صحيحه، يعني العضله ما اتشلتش بسبب البروكس اريا لان البرايمري موتور اريا سليمه. فاهم قصدي؟ طيب رقم سي inability to use the hand برضه مالهاش علاقه. تو جراسب ان او جراسب دي معناها يمسك، زي مثلا على الصغير لما تيجي تحط صباعك في ايده يقوم ماسكه كده، ماسكه. لا مالهاش علاقه طبعا، بروكس اريا بتاعت الكلام. inability to speak words correctly. طبعا يا دكتور البروكس اريا ضربت، العين ما بيقدرش ان هو يجمع كلمات صحيحه على بعضها. طيب سؤال رقم 58 بيقول لسيادتك damage of الجنرال interruptive area. يا سلام، اللي هي الفيرنكس اريا، يالا اللي هي منطقة تداخل المعلومات، قتلت بحثا قبل كده. لو حصل دامج في منطقة تداخل المعلومات اللي هو هنا كاتبها لك general interruptive area او قلناها قبل كده الفيرنكس اريا، لو المنطقة دي اتضربت يعمل يا دكتور كل الحاجات اللي جاية دي اكسبت. يعني عايز جملة غلط معايا. طيب failure of articulate speech هو ما يقدرش يتكلم. بص هو يقدر يتكلم، يعني هو يقدر يقول كلام، يعني بيتكلم بوضوح ويقول كلام مفهوم ولكن هذا الكلام دون معنى صحيح، يعني not related to the meaning. يعني العين excessive talking، بيتكلم كتير ولكن كلام دون معنى. فهل العيان ده ما يقدرش يارتكيوليت سبيتش؟ لا، هو يقدر يكون كلام، فهو ما عندوش فيلير انه يكون كلام، لا هو يقدر يكون كلام فعلا، ولكن هذا الكلام منطقه تداخل المعلومات اتضربت فما بيقدرش يكون كلام له معنى. لكن لما تيجي تبص فيلير تو اندرستاند، او ما بيقدرش يفهم الكلام المكتوب، ما بيقدرش يقول كلام مفهوم لرقم سي سنسوري، ودي كله بنسميه سنسوري افيزيا. فاهم قصدي؟ وبالتبعية اللي جايبه هنا تكون رقم ايه؟ التفسير قلت ان هو بيقدر يقول كلام. هو بيقول لك فيلير اوف ارتكيوليت سبيتش، لا هو ما عندوش فيلير، هو بيقدر يتكلم ولكن هذا الكلام مينينجلس دون معنى صحيح واكسسيف توك، وبيتكلم كتير. معايا؟ طيب سؤال رقم 59 ليجن اوف سبيتش سنتر ان الفرونتال لوب. بص يلا، هو مين السبيتش سنتر اللي كان موجود في الفرونتال لوب؟ طبعا هي البروكس اري موجوده قدام. معايا؟ انا اللي بجمع لك معلومات. طيب مالها بقى يا دكتور؟ لو اتضربت ريزلت ان، بص يا ابني باراليسيس اوف السبيتش ماسل. لا يا دكتور، العضلات ما بيحصلش فيها شلل، البروكس اريا مسؤولة عن تناسق ما بين العضلات. فالبروكس اريا فديتها ايه؟ ان يحصل تناسق ما بين العضلات بتاعة الكلام عشان يطلع كلمة صحيحة، لكن العضلة ما اتشلتش لان برايمر موتور اريا ما حصلهاش حاجة. انا ضربت مين؟ السبيتش سنتر اللي موجود في الفرونتال لوب، اللي هي ضربت البروكس اريا، فما حصلش شلل في العضلات ولا حاجة، ما اتشلتش يالا، فالابرة ايه؟ ما تنفعش. طب بي ان ابيليتي تو سيلكت ابروشيت وورد، لا هو يقدر يختار كلمات كويسة ويقدر ان هو يفهم الامضر السبوك اللانجوج، يفهم الكلام، يعني هو فاهم انت بتقول ايه لكن ما يعرفش يرد عليك بكلام صحيح. فيلير اوف كوردينيشن اوف سبيتش ماسل. الله على الجمال والعظمه والحلاوه. ايوه طبعا، لان دي وظيفه اصلا بروكس اريا، ان هي تعمل تناسق ما بين العضلات عشان تطلع كلمه صحيحه. طب السؤال رقم 60 موتور ابراكسيا. الابراكسيا دي كانت بتاعت حركه اليد لو تفتكر، يعني
تمام. طيب مالها؟ بسبب الليجن في برايم موتور ايريا رقم 4 غلط، ليجن في السنسوري غلط، فيها ماسل باراليسيس غلط، كاركترايزد باي لوس اوف كوردينيشن اوف الهاند موفمنت. يا سلام يالا، ايوه دي كان معناها الموتور ابراكسيا، معناها ان هي كانت مسؤوله عن الحركات بتاعت الايد، او العيان فقد التناسق ما بين الحركات بتاعت ايده، ودي حاجه بنسميها ايه؟ موتور ابراكسيا. ده الديفينيشن او تعريف موجود عندنا في المنهج، موتور ابراكسيا. العيان الدكتور فقد التناسق ما بين الحركه بتاعت ايده، فقد الهاند موفمنت المتناسقه الصحيحه السليمه. معاك؟ طيب السؤال رقم 61 بيقول لسيادتك which one of the following is false، يعني في معلومه من اللي جايه دي غلط. ريم سليب از easily to be aroused، يعني rapid eye movement، العيان او الانسان نايم في rapid eye movement، هتصحيه بسهوله؟ لا طبعا، احنا ده صعب انك تصحيه، فبالتبعيه يا دكتور يا محترم هو مش easily to be aroused، لا ده صعب انه يصحى، فدي جمله غلط فهنختارها. طب الاحلام بتحصل اثناء الريم؟ اه طبعا يا دكتور، during non REM sleep الاي جي بيكون في الدلتا ريزم، ايوه يا دكتور، دي سينكرونايزيشن رقم دي اوف البرين ويفز اوكي during الريم سليب. لان اثناء الديب سليب بتظهر البيتا ويف، ودي بتلخبط كهرباء المخ فتعمل دي سينكرونايزيشن اللي هو لخبطه في كهرباء المخ يعني. طيب السؤال رقم 62 بيقول لي سيادتك all are true about the primary motor cortex اللي هي رقم 4 except اها تعال نشوف responsible for fine delicate movement. صح، انا مش عايز الصح، انا عايز الاكسبت. البرايمري موتور اريا مسؤول عن الفاين ديليكيت موفمنت، اه يا دكتور، بتاعت الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي طبعا. ريسبونسبل فور الجروس بوزيتشر، بص 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 يا الجروس موفمنت عامة مسؤولية البري موتور اريا، والجملة دي قلتها مليون مرة، فالبرايمري موتور اريا مش مسؤوليتها جروس موفمنت، الجروس موفمنت مسؤولية البري موتور اريا، فاختار رقم بي، دي جملة خاطئة، الباقي هتلاقي صح. طيب السؤال رقم 63 which of the following doesn't occur immediately after spinal cord lesion. في spinal shock، اه طبعا في spinal shock، وفي الحال visceral and deep reflexes are intact، يعني الفيسرال ريفلكس سليم والديب ريفلكس سليم بيلو ليفل اوف ليجن كمان. لا يا عم، ده انت في البدايه اصلا immediately يا معالي الدكتور المحترم العيان بيفقد كل الريفلكسز يالا في مرحلة الشوك يالا، وبالتبعية هنا اختار رقم كام؟ اختار رقم بي، ده حمادة بالزنجبيل ليفل يعني. طيب السؤال رقم 64 بيقول لسيادتك concerning البيزا الجانجليا فانكشن all are true except، يعني كل اللي جاي ده صح، مع بلان ذا سيكونس اوف باترن اوف موفمنت، اه البيزا جانجليا بتخطط وتعمل بلاننج، موديفاي التايمنج صح، هيلب الاكسكلوجن اوف السب كونشوس ليرنت باترن صح، ان هي بتطبق الحاجات اللي انت متعلمها تعليم ذاتي معايا، من اللي انكريز المصل تون غلط يا دكتور، والكلام ده قلته قبل كده اثناء الشرح وقلته في المراجعه، ان البيزا الجانجليا انهبيتوري على المصل تون، يعني بتقلل المصل تون، يعني البيزا الجانجليا ديكريز المصل تون وليس انكريز يا ولد العزيز. بص بقى معايا يا صديقي العزيز، السؤال رقم 65 بيقول لسيادتك لور موتور نيرون ليجن ممكن يحصل بسبب البوليوميلايتس، اه اللي هو شلل الاطفال يعني، اخدناها اصلا قبل كده. طيب سؤال رقم 66 بيقول لسيادتك هيميبليجيا يعني نص جسمه مشلول، تمام؟ يعني ايه نص جسمه مشلول هيميبليجيا؟ يعني ده ابر موتور نيرون ليجن، ده بسم الله كده بافكت الرايت سايد اوف ذا بودي، يعني مين مضروب في المخ؟ يعني المخ مضروب ناحيه الشمال. all of the following statement are true except يلا is characterized by spasticity of the muscle on the right side of the body، جمله صحيحه، جملة صحيحة، العيان عنده سباستيستي يا دكتور ان عنده ابر موتور نيرون ليجن. طب يوجوالي اكومبايند باي ماركت ماسل ويستنج، لا يا عم، الماسل ويستنج كان بيحصل مع اللور موتور نيرون ليجن، الله يسترك، الماسل، فكرة سؤال جميلة، الماسل ويستنج كان بيحصل مع مين؟ مع اللور موتور نيرون ليجن. طب السؤال رقم 67 بيقول لي ستة كوريا، لو تفتكر الكورية دي كان معناها ايه؟ كان بيحصل هايبوتونيا وحاجة اسمها بينديولار نيجيرك لو تفتكر، تعال نشوف ده ليجن في السبستانشيا نيجرا، لا يا عم
ده باركنسون ده اللي سوبسيشن. طيب الليجن في الانترنال كابسول غلط. اسوشيت ويز هايبوتونيا. الكوريا كان بيكون معاها هايبوتونيا، وحاجه كمان اخذناها يا دكتور اللي هو ايه البندولار نيو جيرك. طيب السؤال رقم 68 بيقول لسيادتك يا معالي الدكتور المحترم، ذا سيريبيلم. السيريبيلم يا دكتور يا محترم رقم ايه؟ سند اوت بوت تو الموتور كورتكس. السيربيلم كان بيبعت للموتور كورتكس، كان بيبعت لها اشارات تصحيحيه او كوركتيف سيجنالز. فرقم ايه صح؟ طب رقم بي، سند اوت بوت تو سباينال كورد. بالعكس ده هو بياخد من السباينال كورد، ده اسمه سباينو سيربيلر تراك. طيب كوز سيمتومز اوف الاوبوزيت سايد اوف الليجن. لا يا عم ده بيؤدي الى السيمتومز بتكون بتاعته على السيم سايد بارت اوف البرين ستيم. لا يا دكتور السيربيلا نوت بارت اوف البرين ستيم، يبقى الاجابه رقم ايه. تمام الى هنا يا شباب الحمد لله رب العالمين خلصنا الاسئله على الموتور نيرفوس سيستم فيسيولوجي. شكرا جزيلا لكم جميعا، القاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.